السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هناخد درس الماء. أول حاجة عايزين نعرفها في الماء هي تركيب جزيء الماء. جزيء الماء الواحد بيتكون من ارتباط ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين، والروابط اللي موجودة ما بينهم هي روابط تساهمية. في عندي رابطتين تساهميتين أحاديتين، الزاوية بينهم 104.5 درجة. الروابط بين جزيئات الماء بقى وبعضها، بين كل جزيء وجزيء بقول فيه روابط بسميها روابط هيدروجينية. الرابطة الهيدروجينية دي بتكون أضعف من الرابطة التساهمية. طيب ايه هو سبب تكون الروابط الهيدروجينية؟ لكبر القيمة السالبية الكهربية للأكسجين مقارنة بالهيدروجين بتنشأ الروابط اللي بسميها الروابط الهيدروجينية. ناخد مع بعض تعريف الرابطة الهيدروجينية. هي نوع من التجاذب الإلكتروستاتيكي الضعيف ينشأ بين جزيئات بعض المركبات القطبية. اتفقنا ان الروابط الهيدروجينية الموجودة بين جزيئات الماء بتكون اضعف من الروابط التساهمية، بس بالرغم من ان هي ضعيفة لكن هي مسؤولة عن شذوذ خواص الماء. يعني خواص الماء، المفروض ان الماء مركب او مادة سائلة ومفروض ليه خواص معينة. هنشوف دلوقتي مع بعض ان في خواص بيكون مختلفة شوية عن بقية السوائل وعن بقية المواد، وده بيرجع للروابط الهيدروجينية. طب تعالى نشوف مع بعض ايه هي خواص الماء. هنقسم خواص الماء لنوعين، خواص فيزيائية وخواص كيميائية. الخواص الفيزيائية هقول اول حاجة يتواجد الماء في ثلاث حالات: مذيب قطبي جيد، ارتفاع درجتي غليانه وتجمده، انخفاض كثافته عند التجمد. اما الخواص الكيميائية فهي انه متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس وانحلاله كهربيا. هنبدأ نتكلم عن خاصية خاصية، وهنعرف ان معظم الخواص دي سببها ان وجود الروابط الهيدروجينية. اول خاصية هنتكلم عنها ان الماء موجود في ثلاث حالات، وهي الحالة الصلبة والسائلة والغازية. في درجة الحرارة العادية ممكن يبقى عندي ثلاث حالات دول. يبقى الحالة الصلبة اللي انا بسميها الثلج، والحالة السائلة اللي هي الماء نفسه، والحالة الغازية اللي هي بخار الماء. ويمكن ان الثلاث حالات تتواجد في درجات الحرارة العادية باختلاف المواد التانية اللي ممكن تبقى موجودة في حالتين فقط، وبيبقى من الصعب كمان الوصول لحالة من الحالتين. مفيش مادة فيها الخواص دي غير المية. تاني حاجة ان الماء مذيب قطبي جيد. يعني ايه الماء مذيب قطبي جيد؟ بقول ان معظم المركبات الايونية زي ملح الطعام بتذوب في الماء، وبعض المركبات التساهمية ايضا زي السكر بتذوب برضو في الماء. طب ليه المركبات الايونية وتساهمية بعض تساهمية بتذوب في الماء؟ بقول بسبب ان الماء مذيب قطبي جيد. طب المركبات التساهمية بتذوب ليه في الماء؟ بسبب ان هي بتقدر تكون مع الماء روابط هيدروجينية. يبقى لو قال لي علي ليه بعض المركبات التساهمية بتذوب في الماء؟ بسبب تكوينها روابط هيدروجينية. وفي بعض المركبات ما بتذوبش زي مين؟ زي زيت الطعام. كمان خاصية برضو مختلفة من الخواص الفيزيائية هي ارتفاع درجتي غليان وتجمده. المتوقع ان المية كسائل المفروض درجة الغليان كانت تبقى اقل بكتير من المية، ودرجة التجمد تبقى اقل من الصفر. لكن درجة الغليان بتاعة الماء عالية 100 ودرجة التجمد بتاعه صفر. طب ليه؟ بقول دوت بسبب وجود الروابط الهيدروجينية. يبقى يغلي الماء النقي عند 100، يتجمد الماء عند صفر. ايه السبب في كده؟ وجود الروابط الهيدروجينية. انخفاض كثافته عند التجمد. المفروض ان المواد لما بتتجمد كثافتها بتزيد، لكن الماء لما بيتجمد بيحصل له ايه؟ كثافته بتقل. ده معناه ان كثافة الثلج اقل من كثافة الماء. طب ليه؟ ايه السبب ان كثافة الثلج اقل من كثافة الماء؟ بقول ان عند انخفاض درجة حرارة الماء، لما درجة حرارة الماء تقل عن 4 درجة مئوية بالتحديد، بتتجمع جزيئات الماء. الجزيئات بتتجمع مع بعض بواسطة الروابط الهيدروجينية. لما بتتجمع الجزيئات بتكون لي بلورات ثلج سداسية الشكل، كبيرة الحجم. كده الحجم حصل له ايه؟ زاد. بينها كثير من الفراغات فيزداد حجمه وتقل كثافته. يبقى لو قال لي ليه بيطفو الثلج على سطح الماء، هقوله لان كثافة الثلج اقل من كثافة الماء. وبيجي لي هنا برضو سؤالين علل، ويقول لي
تستطيع الكائنات الحية المائية أن تعيش في مناطق القطبية الباردة. إزاي في أسماك بتعيش في مناطق القطبية الباردة؟ بقول بسبب تكون طبقة من الجليد على سطح الماء السائل بتحمي المياه العميقة من التجمد، مما يحافظ على حياة الكائنات المائية الموجودة. ليه انفجار زجاجات المياه المغلقة والممتلئة لحافتها عند وضعها في الفريزر الثلاجة؟ لو أنا حطيت إزازة مية، إزاز زجاج من مليتها مية وحطيتها في الفريزر واتجمدت، هلاقيها تنفجر وتتكسر. طب ليه؟ بسبب زيادة حجم الماء عند التجمد. الماء زي ما اتفقنا لما بحطه في الفريزر وبيتجمد حجمه بيزيد وكثافته بتقل. الخاصية اللي بعد كده قلنا ان الماء متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس. عباد الشمس ليه الورق ليه لونين، ازرق واحمر. لو انا حطيت الورقة الزرقاء والورقة الحمراء فلونهم هيفضل زي ما هو، يعني ما تغيرش، الزرقاء فضلت زرقاء والحمراء فضلت حمراء. ده معناه ان الماء النقي ماله متعادل التأثير على عباد الشمس. طبعا الاحماض والقلويات بيغيروا لون ورق عباد الشمس زي ما هناخد في دروس تانية بعدين. يبقى بقول تاني، الماء النقي ماله متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس. كمان الخاصية اللي بعد كده ان الماء يتحلل كهربيا. في جهاز قدر عالم اسمه فولتامتر هوفمان، الجهاز اسمه جهاز فولتامتر هوفمان. الجهاز دوت انا بستخدمه في ايه؟ بحط فيه المية وبعض حمض الكبريتيك المخفف، بيتحلل الماء كهربيا. يتحلل الماء الى احنا اتفقنا ان الماء بيتكون من هيدروجين واكسجين في الاول خالص، فلما الماء بينحل كهربيا بينحل الى اكسجين وهيدروجين. بلاقي ان غاز الهيدروجين بيتصاعد عند المهبط وغاز الاكسجين بيتصاعد عند المصعد. وكمان بنلاحظ في جهاز فولتامتر هوفمان ان هما ما بيبقوش قد بعض، لكن كمية غاز الاكسجين بتكون ضعف كمية غاز الهيدروجين، بتكون ضعف كمية الاكسجين. طب تعالى نشوف المعادلة. قال لي ان H2O تحليل كهربي هتدينا H2O2. لو انا وزنتها هلاقي فعلا ان كمية الهيدروجين بتكون ضعف كمية الاكسجين. نتكلم بعد كده عن تلوث الماء. تلوث الماء هي اضافة اي مادة الى المياه بشكل يحدث تغيرا تدريجيا مستمرا في خواصها بصورة تؤثر على صحة وحياة الكائنات الحية. اي مادة تضاف للمية تغير الخواص الأساسية بتاعتها، لونها وطعمها وريحتها وكل الحاجات دي، وتأثر على صحة الإنسان والحيوان والنباتات، فده بسميه تلوث الماء. طيب إيه هي الحاجات أو الملوثات اللي بتلوث المية؟ بقول تنقسم ملوثات لطبيعية وصناعية. طبيعية يعني حاجات مصدرها ظواهر طبيعية، زي إيه؟ زي البرق المصاحب للعواصف الرعدية، ده بيؤدي إلى حدوث حرائق الغابات وموت الكائنات الحية وانفجار البراكين. كل دي حاجات بتلوث لي المية طبيعيا. طب صناعيا زي ايه؟ أنشطة الإنسان المختلفة مثل الإسراف في استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية، إلقاء مياه الصرف ومخلفات المصانع، وتسرب زيت البترول في مياه البحار والأنهار، حرق الفحم والبترول، مما يؤدي إلى تكون الضباب الدخاني والأمطار الحامضية. كل دي حاجات بتلوث لي الماء. طيب نشوف بعد كده مع بعض ايه هي انواع التلوث. يبقى خلي بالنا احنا اتكلمنا عن انواع الملوثات، نتكلم بقى عن انواع التلوث نفسه. التلوث بيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث حراري، تلوث اشعاعي. طب يا ترى انواع التلوث دي مختلفه في ايه؟ انواع التلوث دي مختلفه في السبب فيها وفي تاثيرها على الكائن الحي. اول نوع هنتكلم عنه هو التلوث البيولوجي. سببه ايه؟ سبب اختلاط فضلات الانسان والحيوان بالمياه. طب يا ترى ايه هي الاضرار اللي هيعملها لو حد شرب المياه اللي هي فيها الفضلات بتاعت الانسان والحيوان دي؟ هتسبب له ايه؟ هتسبب كثير من الامراض مثل بالهرسيا، التيفويد، الالتهاب الكبدي الوبائي، اللي هو التهاب الكبدي الوبائي. يبقى احنا عرفنا كده المنشأ والضرر، بتيجي منين وبتسبب لي ايه. طيب تاني نوع عندنا في التلوث هو التلوث الكيميائي. ايه اسبابه وهيعمل لي ايه؟ اسبابه تصريف مخلفات مصانع ومياه الصرف الصحي،
في، يبقى انا بقول لك ايه، تلوث كيميائي. ده هيحصل ازاي؟ عن طريق تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في البحار والانهار والترع. طب ده هيعمل لي ايه؟ قال لي الاضرار بقى بتاعته ان ارتفاع تركيز بعض العناصر الملوثه بيسبب امراض زي ايه؟ زي موت خلايا المخ عند تناول مستمر للاسماك اللي بتحتوي على تركيزات مرتفعه من الرصاص، فقدان البصر عند شرب مستمر لمياه بتحتوي على تركيز مرتفع من الزئبق، ارتفاع معدلات الاصابه بسرطان الكبد تحديدا عند الشرب المستمر من مياه تحتوي على الزرنيخ. نخلي بالنا من اسم كل عنصر وبيعمل ايه، رصاص وزئبق والزرنيخ. نشوف بعد كده التلوث اللي وراه اللي هو التلوث الحراري. حراري من اسمه دوت، سببه ارتفاع درجة حرارة المناطق البحرية التي تستخدم مياهها في تبريد المفاعلات النووية. طب ايه اللي ايه يعني مثل لما درجة حرارة ترتفع للمية؟ بقول الحرارة طبعا بترتفع جدا لدرجة ان هي بتؤدي الى هلاك الكائنات البحرية الموجودة في هذه المناطق نتيجة انفصال الاكسجين الزائد في مياهها. ارتفاع درجة الحرارة للمية بيؤدي الى ان المية بتفقد الاكسجين الزائد فيها، وبالتالي مفيش اكسجين يتنفسه الاسماك والكائنات البحرية فبتموت. اخر نوع في التلوث هو التلوث الاشعاعي، ودوت سببه تسرب المواد المشعة من المفاعلات النووية والقاء النفايات الذرية في المحيطات والبحار. ودوت يعني عشان تبقى عارف بس المعلوماتك بيسبب لي زيادة معدلات الإصابة بالسرطان. كده احنا عرفنا أسباب التلوث وأنواعه. طب ازاي احمي المية من التلوث؟ بقول فيه شوية سلوكيات كده نعرفها، زي القضاء على ظاهرة التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والحيوانات النافقة في الأنهار، تطهير خزانات مياه الشرب. الخزانات بتاعتنا يا ولادي اللي بتبقى موجودة فوق العمارات دي تتطهر باستمرار، عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات مياه معدنية فارغة مصنوعة من البلاستيك. معظمنا بيخزن المياه في أزاز بلاستيك وده غلط. طب ليه؟ لأنها بتتفاعل مع غاز الكلور المستخدم في تطهير المياه فبتزيد معدلات الإصابة بالسرطان. احنا لما بنشرب المية اللي هي محطوطة في ازاز بلاستيك دي، المية دي اصلا في تطهيرها بيطهروها فيها نسبة كلور، فالكلور بيتفاعل مع البلاستيك وبيسبب لي السرطانات. وطبعا نشر الوعي البيئي وتطوير محطات تنقية المياه.